نروح نتابع مع حضراتكم دلوقتي تقرير لزميلنا حسام الدين رضا عن البطولات الدولية والقارية اللي حققها منتخب مصر لرفع الأثقال مؤخرا. نشوف التقرير ونرجع نتابع مع حضراتكم. احنا يعني ابتدينا يعني الحمد لله ولله الفضل، كنا بادئين بداية قوية حتى من 2008 كفرق بقى أولية، كانت في بداية اللعبة وكده في مصر، سافرنا بطولات عالم بطريقة متوالية. طبعا ابتدينا ننمي فرقتنا كفي منتخب قومي، وابتدى بعد كده مستوانا يعلى 1 باي 1 لغايه بقى الفتره الاخرانيه تقريبا من 2018، يعني من ساعه تولي سياده اللواء محمد بركات دلوقتي بقى في بصفه دوريه احنا بنسافر بطولات العالم. بطوله العالم في امريكا، بطوله العالم في انجلترا، بطوله العالم في شرق الغردقه، بطوله العالم في شرم لسه احنا راجعين منها دلوقتي وعامل فيها اعلى رقم، وفي انجلترا عامل اعلى رقم فيها 955 كيلو. عملت 6 مراكز في بطوله العرب اللي كانت مقامه في مصر، واول عالم في كاس عالم في بطوله الكاس في الغردقه 2022، واول كاس عالم بطوله كانت موجوده في شرم. خدت بطوله العالم 2017، اولمبيا 19، بطوله العالم 20 21 22، كاس عالم 23 22 في مصر، 7 بطولات عالم. الموضوع موضوع كبير قوي، بيحتاج عمر تدريبي كبير. صناعه البطل مش بالساهل، يعني بتاخد وقت كبير جدا. اولا احنا عندنا لازم يعني بننتقي اللعيبه وحضرتك حسب الليفرج بتاعهم، حسب المقاييس الجسمانيه بتاعتهم، ده في البدايه هل هي هتناسب اللعبه بتاعته، يعني رياضه الباور ليفتنج هتناسبه ولا لا. بعد كده بتعمل له برنامج بقى طويل المدى، اعداد بقى عناصر اللياقه البدنيه بجميع انواعها، قوه، سرعه، رشاقه، مرونه، تحمل، طاقه، عصب عضلي، بنمرن جميع المكونات العضليه بتاعت الجسم، نعمل له اعداد بدني عام واعداد بدني خاص واعداد مهاري بقى، وده الاهم، الاعداد المهاري اللي هو التكنيكات بتاعت اللعبه نفسها. اسعد لحظه لاي بطل عامه لحظة تتويجه ولحظة تحقيق رقم جديد بيعمله. أحسن بطولة بالنسبة لي وأحب بطولة لقلبي يعني هي بطولة كأس العالم اللي كانت مقامة في شرم 2023، لأن التارجت بتاعي كان إن أنا أكسر 500 كيلو، مش مجرد إن أنا أعمل أول بس، فبدأت بالفعل إن أنا عملت 508، وكمان أنا لسه سن جونيور ولعبت أوبن وقدرت إن أنا أكسر رقم العالم في السكوات 210.5، فدي كانت أحب بطولة ليا. في دروب عدى عليا، كنت انا عامل عمليه في 2018 شرايح ومسامير، فطبعا انت هتيجي بقى بعد كده هتكمل لما تكملش هتعمل مش عارف ايه، فهو طبعا دي كان اصعب دروب. وفي كاس العالم ده ان انا قبل بطوله كاس العالم ده عملت عمليه برضه وكان موال وما كنتش هلعب، فالدكاتره قالوا لي بلاش، فانا جازفت وربنا طبعا اواني ان انا اقدر العب الماتش ده ولعبته وعملت سكور برضه 920 كيلو، فدي كان من اصعب المواقف اللي مريت بيه. اصعب بطوله عدت عليا، بس انا كان عندي ماتش جامعات رفع اثقال اتصبت فيه اصابه صعبه جدا، فاضطريت اصلا ان انا اريح من التمرين 6 شهور، فدي كانت اصعب بطوله بالنسبه لي وكانت اصعب فتره عموما يعني بالنسبه لي. كان حلمنا ان احنا نستضيف اولا كاس عالم عندنا في مصر، وده كان حلم كبير قوي بالنسبه لنا من زمن الزمن من ايام ما ابتدينا من 20 سنه فاتوا، اخيرا اتحقق الحلم ده الحمد لله. طبعا الناس ما بيتكلموش علينا، يعني الدوله ما بتتكلمش علينا في الدعم الحمد لله. ان انا افضل مكمل. ايوه بص، وكل واحد فينا حياته الحديد، انا عن نفسي حياتي الحديد. ان انا استمر في تحقيق ارقام ما اتعملتش قبل كده، وان انا اوصل 650 كيلو جرام. عايز اكسر ارقام العالم في المرحله السنيه بتاعتي بقى ان شاء الله السنه الجايه، يعني بامر الله يعني.